الإعلامي بمدينة الرياض، والمختبر المرجعي للمنطقة يغطي تقريبا 39 مستشفى وأكثر من تقريبا 300 مركز صحي. بعد تطوير المختبر الإقليمي وصلت الطاقة الاستيعابية خلال السنة إلى أكثر من 25 مليون اختبار. هذه المنظومة سمحت للطاقم الصحي الطبي المقدم له الخدمة بسرعة ودقة وكفاءة الاختبارات لإخراج التشخيص المناسب والعلاج المناسب للمرضى. والحمد لله استطعنا ضم أكثر من 35 جهاز على سيستم آلي واحد، وكذلك ربطه بشبكة حاسوبية موحدة بإخراج النتيجة وتوحيدها لجميع المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة.